السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله النهاردة هنقول حاجة جديدة كانت كل الامهات طلبتها مني، اللي هم اطفالهم لسه مبتدئين في الكتابة، ان هم عندهم مشكلة ان طفلهم مش عارف يمسك القلم كويس، او مش عارف يمسك القلم ازاي، او بيمسكه بطريقة غلط. انا جبت لكم النهاردة فيديو مبسط كده ولذيذ، ازاي الطفل اللي لسه مبتدئ مامته تعلمه ازاي يمسك القلم بطريقه لذيذه وسهله. بس برجاء كل اللي بيتفرج على الفيديو معايا دلوقتي يشترك في القناه ويفعل الجرس ويعمل لايك على الفيديو عشان يوصل لكل الناس او اكبر عدد من المشاهدين. تعال نشوف مع بعض كده في طريقه لذيذه كده وحلوه وسهله انا اعلم بيها الامهات ازاي طفلهم يمسك القلم بيها. اول حاجه هنجيب طريقه الاستك. في طريقه كده عندنا استك عادي اهو. هنجيب احنا طبعا لما بنيجي الطفل نعلمه يمسك القلم بنعلمه يمسك بالثلاث صوابع دول، الوسطى والسبابه والابهام، الثلاث صوابع دول. طب في اطفال ما بيعرفوش يمسكوا القلم، يعني في اطفال اول ما تقول لهم يمسكوا القلم يقوم ماسكينه على طول، في اطفال ما بيعرفوش يمسكوه، في اطفال بيمسكوه فوق، في اطفال بيمسكوه كده. طب احنا ازاي نعلم الطفل يمسك القلم؟ في اطفال ممكن من اول مره نقول له امسك القلم يعرف يمسكه ويتحكم فيه. طب لو مش عارف يمسك القلم نجيب استك كده نحطه في ايدينا كده اهو، ونجيب الاستك من هنا نقوم حاطينه في الصباع ده الوسطى، تمام؟ تروح الاستك ده نحطه في ونحط القلم هنا كده، نقوم لافين القلم كده، لافين القلم كده اهو. بصوا القلم واقف لوحده اهو، مجرد ما الطفل هيمسكه، بس ننزله شويه كده، مجرد ما الطفل هيمسكه يجي يكتب بيه اهو، واحد اتنين، هتلاقيه ممسوك لوحده في الايد اهو، هو بس هيحطه كده تلاقيه اتمسك، هو ممسوك لوحده. الاطفال اللي ايديهم واسعه نلفه كمان. تعالى نشوف مره كمان، هنجيب الاستك اهو، الاستك اهو نقوم حاطين الاستك في الصباع اللي في النص، ونجيب قلم وندخله كده، نقوم لافين القلم لفه كده. لو الاستك واسع او طفل ايده صغيره نلفه كمان، نلفه لحد ما القلم يمسك كويس، تمام؟ ونمسكه كده القلم اهو، مسكه طريقه لذيذه وجميله، والقلم ممسوك في ايده ومحكوم اهو. يبتدي بقى يكتب مع التكرار، هو خلاص ايده خدت على مسكه القلم، يعني اول كام مره كده نعمل له بطريقه الاستك دي، بعد كده هتلاقي ايده خدت على مسكه القلم، يبتدي بقى يكتب. تقول اكتب اي حاجه هتلاقي ايده متحكمه في الكتابه اهي، تمام؟ بس وكده خلص الفيديو، طريقه لذيذه وجميله وسهله. يا ريت تشتركوا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.